أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل مسؤولية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني. خلال جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في رام الله، أضاف عباس أن عددا من دول العالم تتحمل المسؤولية مع إسرائيل من خلال تشجيعها على مواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. إن ما يجري اليوم من أحداث تتحمل إسرائيل مسؤوليتها، كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الغطاء والحماية دون الاكتراث بالتاريخ الدموي لسلطات الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة.